بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي أحبائي، في لقاء متجدد بمشيئة الله تعالى، في مراجعة شاملة لمنهج النحو، نسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق. نذكر بأن قطعة النحو من الدرجات المضمونة في الاختبار. نتبع عدة نصائح. أولى هذه النصائح قراءة الفقرة الموجودة أمامك جيدا حتى تنتبه إلى المحذوف منها، أيضا الاستخراجات، أن تستخرج المطلوب وأن تفكر في هذا الاستخراج، أيضا الأسئلة الأخرى، أسئلة تعتمد على أن تغطي بقية المنهج. عندي أول شيء شباب هذه الفقرة، نقرأها معا وسويا قراءة سريعة. الوقت الذي يمر على الإنسان لن يعود إليه مرة أخرى، وهو يمر عليه سريعا دون أن يشعر بمروره، لذلك يجب على كل إنسان الاستفادة من كل لحظة تمر به، وإلا فسيندم حين لا ينفع الندم. فعليك أيها الشاب انتهاز الفرصة التي تمر بك رغبة في تحقيق أهدافك، لأنهما أسرع مرور الوقت، ونعم شابا المستفيد من وقته على أكمل وجه. ننتقل إلى السؤال الأول، سؤال الإعراب. لكي أعرب كلمة يجب أن أنتبه إلى الجملة التي أمامك، لذلك يجب على كل إنسان الاستفادة، يجب الاستفادة على كل إنسان. إذن الاستفادة، حينما قرأت الجملة قراءة صحيحة، الجملة من أولها حاولت أن أفهم أركان الجملة، نوع الجملة، علمت أن كلمة الاستفادة كلمة فاعل مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة. عندي كلمة لحظة من كل لحظة، كلمة لحظة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، بما حين لا ينفع. عندنا كلمة ينفع، شباب أحسنت أسمعك يا من تقول أن لا نافية، أن لا نافية، وبالتالي كلمة لا ينفع فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة لأن لا نافية. عندنا كلمة انتهاز، أيها الشاب فعليك أيها الشاب انتهاز، كلمة انتهاز بنجد أن هذه الكلمة تعرب مبتدأ مؤخر، انتهاز الفرصة عليك أيها الشباب، عليك أيها الشاب، يبقى مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. كلمة انتهاز الفرصة كلمة مرور، لأنهما أسرع مرور، كلمة مرور تعرب كلمة على وزن أفعل، ما بعدها يعرب مفعول لأنهما أسرع، سلوب تعجب، كلمة أسرع مرور مفعول به منصوب علامة نصبه الفتح. يطلب سؤال الاستخراج، دائما سؤال يحتاج إلى تفكير وإلى تأني، وأسئلة الاستخراج أسئلة مباشرة وأسئلة سهلة جدا، وأسهل ما فيها أن الإجابة موجودة في الفقرة التي أمامه. يطلب عندي مفعولا لأجله وأعربه، مفعولا لأجله وأعربه، أحسنت، كلمة رغبة مفعول لأجله في السطر الرابع. عندنا بعد كده تمييزا وأعربه، وحدد المميز، وحدد المميز. عندي تعبير اللي هو أسلوب المدح، نعمة شابا، معروفة أن الكلمة التي تأتي بعد نعمة وبئسة تعرب تمييز، ونوع التمييز هنا تمييز ملحوظ، تمييز ملحوظ. عندي بعد كده السؤال الثالث، جملة حذف فيها فعل الشرط وقدر المحذوف، وقدر المحذوف. عندي في السطر
أحسنت أحسنت. وإلا فسيندم، عندنا حين لا ينفع الندم فعل الشرط المحذوف تقديره يفعل. أحسنت. عندي بعد كده رقم أربعة اللي هو عندي سريعا، رقم أربعة سبب بأنه صفة عن المفعول المطلق، صفة عن المفعول المطلق. عندي بعد كده السؤال رقم خمسة مصدر المؤول، المصدر المؤول أبنائي طبعا قلنا قبل ذلك في المراجعات السابقة أن والفعل المضارع أو ما والفعل الماضي. عندنا أحسنت في السطر الثاني دون أن يشعر، يبقى كلمة أن يشعر في محل جر مضاف إليه، أو لأنه ما أسرع في السطر الرابع لأنه ما أسرع مرور الوقت، يبقى في محل أيضا جر بعد اللام لأن والفعل الذي يلي. رقم ستة جملة تقع نعتا، يجب أن أبحث عن كلمة نكرة وبعدها جملة. أحسنت. عندنا التي تمر به، التي تمر إيه؟ التي تمر به. بعد ذلك جملة فعلية في محل لحظة تمر، في كل لحظة تمر به. أحسنت أحسنت. يبقى كلمة تمر به جملة فعلية في محل جر نعت لكلمة لحظة. أحسنت. عندي بعد ذلك شباب ثلاث ضمائر، الأول مرفوع والثاني في محل نصب والثالث في محل جر. الضمير المرفوع هو في السطر الأول اللي هو كلمة هو يمر، هو يمر في محل رفع لأنه مبتدأ. الضمير في محل نصب عندي كلمة في السطر الرابع. أحسنت. لأنه 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 طبعا اسم إيه؟ اسم إن، الهاء اللي في كلمة لأنه في السطر الرابع أبنائي. عندي الضمير في محل جر، عندنا اللي هي كلمة عليك، كلمة عليك أو عليه أو عليه، ضمير في محل إيه؟ في محل جر. عندي السؤال رقم جيم، لا يستفيد من الوقت إلا العاقل، ضع غير مكان إلا وأعرب غير. عندي في هذه الجملة لا يستفيد من الوقت غير العاقل، لأن هنا الكلام هنا ناقص منفي، يبقى إذن غير تعرب حسب موقعها في الجملة، يبقى غير هنا فاعل مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة وكلمة العاقل. أحسنت أحسنت يا من تقول أن كلمة العاقل دائما وأبدا الكلمة بعد كلمة غير وسوى، من المعروف أنها تعرب مضاف إليه. عندي بعد ذلك السؤال رقم دال، لولا معرفة قيمة الوقت ما استفاد الإنسان منه، حدد المحذوف وقدره وبين حكم الحذف. عندي لولا المعرفة قيمة الوقت، حذف هنا أبنائي الخبر وتقديره موجودة، وحكم الحذف واجب لأن المبتدأ واقع بعد كلمة لولا، من المعروف هذه القاعدة. عندي بعد ذلك اللي هو يستفيد، اجعل الفعل مبنيا على السكون في جملة وعلى الفتح في جملة. حينما أقول أن الفعل المضارع يبنى على السكون يجب أن ألحق به نون النسوة، فالجملة في هذه الحالة المجتهدات يستفدن من الوقت، اتصل بالفعل هنا اللي هو نون النسوة. حينما أقول أن الفعل المضارع يبنى على الفتح فإنه يجب أن يلتحق به نون التوكيد، والله ليستفيدن المجتهد من الوقت. عندي آخر سؤال دائما أبنائي يكون كشف المعجم، دائما لا يخلو منها الاختبار. عندنا يصغو، عندنا الفعل منها صغى، عندنا هذه الكلمة، الكلمة أعرف أصل حرف العلة عن طريق المضارع، إذن عندنا أكشف عنها في المعجم في باب الصاد فصل الغين، ثم اللي هو عندنا الحرف الثالث اللي هو الياء.
الإجابات كما ترون معي. أردت أن أرسل لكم الإجابات حتى نتعلم منها تنظيم الإجابة، ويجب أن تكون إجابتك مرتبة، ولا ننسى الهمة الهمة دائما إلى القمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.